شاركت الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مملكة البحرين احتفالاتها بالأعياد الوطنية، حيث خصصت تغطية إعلامية عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية تجسيداً لعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين. مشاهدين في نشرة علوم الدار، والذي سيقدمها معي زميلي من مملكة البحرين بسام البدوي، مشاركة واحتفالا باليوم الوطني لمملكة البحرين. تشهد العلاقات المشتركة بين الإمارات والبحرين تماسكا ورسوخا في ظل القيادة الحكيمة للبلدين، وتستمد قوتها من علاقتهما التاريخية والروابط الأسرية العميقة. في هذا اليوم العزيز أيضا يعني تشاركنا الإمارات الشقيقة احتفالاتنا بالأعياد الوطنية، كيف تصف لنا هذه المشاعر الأخوية بين البلدين الشقيقين عبر العديد من صور الاحتفالات المشتركة بين البحرين ودولة الإمارات؟ الإمارات دائما ترتبط بعلاقة يعني تاريخية طويلة، العلاقة هذه طول عمر لها يعني وشائج قربة وصلات حميمة بين